وصباح الخير من جديد مشاهدينا بتاني فقراتنا لهذا الصباح، وموضوع إذا بدنا نسميه يمكن ممكن نسميه طبي، ممكن نسميه صحي وأيضا تغذوي، لأنه متعلق بتغذية أطفالنا ومتعلق بمرض ارتفاع ضغط الدم. يمكن هذا المرض كتير مرتبط بالبالغين، ولكن ممكن أنه يعاني منه الأطفال خاصة بالآونة الأخيرة. كيف ممكن أنه نساعد أطفالنا من خلال تغذيتهم أنهم يتخلصوا من ارتفاع ضغط الدم؟ رح نتعرف على كل هذه التفاصيل وأكثر من خلال أخصائية التغذية ديما الكيلاني. صباح الخير ديما، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حبيبتي، كيف حالك؟ منيحة تمام. بالنسبة أول شيء لارتفاع ضغط الدم، يعني حكينا الصبح أنا وياكي، حكيتي لي إنه ارتفاع ضغط الدم بشكل عام مرتبط عند الأطفال بوجود أمراض أخرى، ولكن هلأ ممكن إنهم يعانوا منه، احكي لنا ليه؟ هلا حقيقة أكيد الكل متفاجئ إنه ارتفاع ضغط الدم إنه ممكن يصيب الأطفال، لأنه معروف إنه موجود ضغط الدم عند البالغين أكثر، ونسبة انتشاره عند الأطفال قليلة نوعا ما. صح. هلا ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال هو نوعين، في ارتفاع ضغط الدم الأساسي بنسميه، هذا بالعادة ما له سبب محدد، لكن مرتبط بالسمنة، بالضغط النفسي، بقلة النوم، يعني في له أسباب بس لسه مش أكيدة. ممكن يعني وراثي كمان، إذا ممكن وراثي أو يكون الأهل عندهم ارتفاع ضغط الدم. وفي ارتفاع ضغط الدم اللي بيكون ثانوي ناتج عن مرض، مثل مثلا أمراض في الكلى، في الغدد، أمراض في الغدد، سرطانات، يعني إنه بيكون ناتج عن مرض. هلأ قديما أو سابقا كان ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال أكثر منتشر من الثانوي، يعني يكون ناتج عن مرض معين، لكن للأسف هلأ بلش ينتشر ارتفاع ضغط الدم الأساسي اللي هو ناتج بسبب السمنة هلأ اللي عم تنتشر أكثر عند الأطفال. الحياة، نمط الحياة اللي اختلف، الأكل غير صحي اللي عم بياخده الطفل، وطبعا أكيد قلة الحركة. طيب لما بنحكي عن ارتفاع ضغط الدم، احنا بنعرف حتى الكبار لما تكون عندهم ارتفاع ضغط دم، وحتى لما بياخذوا كمان أدوية لازم يحافظوا على أكلهم. أكيد. قديش مدى ارتباط أيضا ارتفاع ضغط الدم بتغذية الأطفال والأكل؟ لأنك عم بتقولي أنت أساسه يمكن هلأ كمان صار السمنة. فقديش مدى الارتباط؟ هلأ الارتباط أكيد كتير كبير. لقت الدراسات أنه ارتفاع ضغط الدم مش مرتبط بزيادة الملح زي ما بنعرف. صح. كتير ناس عندهم ضغط الدم بتلاقيهم وقفوا يأكلوا الملح. صح. أو أنه منعوا يأكلوا الملح. هلأ بالنسبة للأطفال لقوا أنه الوزن الزائد والسمنة اللي هي المرتبطة بشكل رئيسي وهي المسبب لارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، زي ما قلت النوع الأساسي، وهذا اللي رح نحكي عنه اليوم أكثر، لأنه هو علاجه والإجراء الأول اللي بتاخذوه اللي هو العلاج التغذوي. عرفت كيف؟ هلأ الثانوي بكون العلاج إنه يتعالج المرض اللي سبب ارتفاع ضغط الدم. صح. عشان هيك رح نحكي اليوم عن ارتفاع ضغط الدم اللي له دخل في السمنة وزيادة الوزن، وخاصة يمكن ديما لما بنحكي هلأ بهالأيام مع الجنك فود، مع حتى قلة الحركة. أكيد. عند الأطفال. أكيد. يعني هذا السمنة إحنا زمان ما كنا نسمع أنه في أطفال عندهم سمنة، يعني نسمع السمنة عند الكبار، بس هلأ فعليا وحتى في كتير مبادرات قاعدة عم بتحاول أنها فعلا تعادل وزن الأطفال، لأنه في سوء بالتغذية وفي قلة حركة. صح. وهذا الإشي يمكن كمان مع سرعة الحياة الأهل. صح. ما عم تنتبه عليه. فزي ما حكيت لك هلا أول علاج إجراء بنعمله اللي هي علاج السمنة وتخفيف الوزن، ما بنلجأ دغري للأدوية بالعادة. الأطباء بيحاولوا إنه يغيروا نظام الحياة للطفل. هلا كيف بدنا نتخلص من السمنة؟ طبعا هلا الكل بفكر إنه بدنا نعطي للطفل نظام غذائي صارم، إنه ينزل كل أسبوع نتابعه ينزل بطريقة يعني مثل الكبار ونعطيه بالضبط شو ياكل. لا، هلا يعني هذا الاجراء كثير خاطئ. هلا شو بنعمل بحاله السمنه عند الاطفال؟ انه بنخليهم نعطيهم برنامج غذائي، انه يعطيهم العناصر الغذائيه. ما ننسى انه هلا هم بمرحله نمو. صح. فيعني ما بدنا نخفف وزنهم ننزل الضغط عندهم ويصير عندهم نقص في الأدوية. على النمو. صح. فبدنا نحاول نعطيهم كل العناصر الغذائيه، برضه كمان ما نحرمهم، لانه بنفس الوقت هدول الاطفال، يعني اذا بتحسيهم عم تمنعيهم من الشيبس والشوكولاته يعني يصير في ردة فعل عكسي. صح. بهاي الحاله. صح. فبنحاول نركز على انه الطفل ياخذ
عناصر يعني من مجموعات الغذاء الكاملة من كله، يعني يركز أكثر على الخضار، يركز على الفواكه. هاي بشكل عام بتحتوي على سعرات حرارية قليلة، بتعبي معدة الطفل، بحس بجوع أقل، ما بصير بده يأكل أكثر. برضو بنفس الوقت في علاقة بين إنه تناول الفواكه والخضار مع تخفيض ارتفاع ضغط الدم. يعني في أنواع معينة ممكن تكون من الفواكه ممكن إنها تأثر بشكل إيجابي على ارتفاع ضغط الدم؟ هلا كنوع معين من الفواكه والخضار ما في نوع محدد يعني، بس بشكل عام مجموعة الخضار والفواكه كتير مرتبطة بشكل إيجابي على ارتفاع ضغط الدم، وكان إن كان كمان على الوزن اللي هو اللي بدنا نشتغل عليه أكثر. برضه ياخذ من الخبز النشويات ما في مشكلة، مش نروح نمنعه منها. نعطيه الحليب، الأجبان، نحاول نعطيه الحليب خالي الدسم أو قليل الدسم، الأجبان قليلة الدسم. هلا كمان بصير يحكوا لك انه الاجبان طب ما هي فيها ملح، زي ما حكيت بحب اذكر انه المشاهدين انه فينا ناكل فيهم ياخذوا الملح، لكن طبعا باعتدال، مش انه نروح نمنعهم او انه ياخذوا راحتهم كثير بتناول الملح. هلا رح نحكي بالتفصيل اكثر عن الملح، خاصة الشيبس وما الشيبس وهي الاشياء اللي يمكن فيها كمان عدا انها مش صحيه أكيد. فيها اكيد مواد أكيد. كمان صح. سيئه وفيها ملح زياده. طب ديما قبل ما نحكي شوي بس بدي انوه للساده المشاهدين انه هاي الفقره سواء للاطفال لا سمح الله الله يحميهم اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم او حتى يعني نحميهم من ارتفاع صح. ضغط الدم، لانه احنا عم نحكي عن السمنه، والسمنه مش بس بتجيب امراض ارتفاع ضغط الدم، بتجيب امراض كثيره، وبالتالي ممكن امراض مش بس صحيه كمان امراض نفسيه. فيدير بالهم الاهل بغذاء اطفالهم من كل النواحي، سواء اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم او لسا لا سمح الله يعني الله لا يقدر ما عندهم ارتفاع ضغط. اللي بتحكي مظبوط 100%، لانه حتى كمان يعني وقايه من هم صغار بيمنعهم انه يصير عندهم ارتفاع ضغط الدم. وكمان في كثير نقطه مهمه، حتى الاطفال اللي بيكون عندهم ارتفاع ضغط الدم وهم صغار احتمالية كتير كبيرة انه يصير عندهم ارتفاع ضغط الدم بس يكبروا، يعني بنات مستقبل مبين من هلا انه رح يكونوا عندهم ارتفاع ضغط الدم، شوفي في المستقبل. برضو ارتفاع ضغط الدم ما تنسي انه ما له اعراض، عرفتي كيف؟ يعني بالعادة ان كان صغار او كبار بيكتشفوا بالصدفة انه عند الطفل او البالغ عنده ارتفاع في ضغط الدم. فكتير هلا يمكن من اطفالنا موجودين جنبنا حوالينا يمكن عندهم ارتفاع ضغط الدم واحنا مش عارفين، فعشان هيك نقطتك كثير مهمة إنه يلتزموا بنظام غذائي صحي، إنه يضمن إنه وزنهم للأطفال يضل من ضمن المعدل الطبيعي، وبرضه إنهم عم بياخذوا المغذيات اللي بتناسب فترة نموهم. صحيح. هلأ كمان في كثير نقطة مهمة حابة كثير أركز عليها، اللي هي المشروبات الغازية والمشروبات اللي فيها سكر كثير. يعني مشروبات الطاقة، مشروبات الطاقة يعني عم للأسف نحكي عن أطفال، إذا عم نحكي عن أطفال حتى ما بسن المراهقة يعني، أو خلينا نقول يمكن 12-13 سنة. فهلأ كتير عم بشوف للأسف سواء أطفال أو بالغين مشروبات الطاقة هاي اللي يعني صح. ما عم بيستغنوا عنها بشكل بين كتير إيديهم كبير. صح. ويعني متواجد دائما صاروا يعني يحصلوا عليها، فعشان هيك هاي المشروبات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، يعني خطرها يمكن أكثر من خطر الملح نفسه. شو المادة اللي موجودة فيها؟ خلينا نحكي السكر، نحكي المشروبات السكر هي اللي هي بترفع كمان هي وجود السكر اللي ممكن مش ممكن عم بلاقوا انه فعلا انه المشروبات الغازية والمشروبات السكرية كتير مرتبطة في الوزن، وبالتالي كمان إلها علاقة بالتالي على ارتفاع ضغط الدم. هلأ فنفضل إنهم ما يتناولوا من هاي العصائر، يعني تكون مرة في الأسبوع، كل أسبوعين لو مرة يشربوا منها يعني ما في مشكلة، بس نحاول يعني بالنسبة للعصائر ياخدوا حبة الفواكه أكتر، يعني ياخدوا حصة فواكه، حبة فواكه كاملة. إذا مضطرين الأهالي إنهم يعطوا عصائر يحاولوا تكون محضرة في البيت من حبة الفواكه كاملة، ويعني يعملوها بالخلاط، بكون هيك واثقين إنه ما في سكر، واثقين إنهم عم بيستفيدوا من حبة الفواكه كلها، يعني كل الفوائد الموجودة فيها. طب ديما إذا بدنا هيك نحكي على أمور لازم يركزوا عليها الأهل، لو ناخذ مثلا اليوم من بدايته لنهايته بدنا نحضر لأطفالنا، زي ما قلتي إحنا ما بدنا اتباع نظام غذائي دايت او رجيم صارم زي ما بيعملوا الاطفال، لانه زي ما بنعمل مثلا احنا البالغين، لانه احنا البالغين كمان اكيد يا دوب البالغين نقدر نمسكهم.
ولكن هيك نوعا ما يعني الفطور شو يكون، الغداء شو يكون، السناكس شو يكون، يحاولوا على ايش يركزوا الاهل؟ هلا الحل كثير بسيط طبعا، ومن خلال الاكل الموجود في الثلاجه فينا نتبع نظام غذائي، بس شويه يعني تعديلات في شويه في اشياء كمان بدنا نتخلص منها موجوده في الثلاجه والخزانه. هلا اول نقطه بنصح انه مش بس نعطي الطفل نفسه نظام غذائي صحي، بدنا نخلق بيئه للطفل انه يعيش فيها، ان كان الام والاب حتى اخوانه رح يستفيدوا طبعا من هذا النظام الصحي، يكون الشيء السائد الاكل الصحي. هلا شو هي الاغذيه؟ على الفطور طبعا دائما بننصح انه ياخذ مصدر للبروتين، زي ما حكيت يكون البروتين قليل الدسم بشكل عام، قليل الملح، يعني انه مثلا الجبنه ينقعوها ما في مشكله من هذا الحكي، يحاولوا يختاروا الجبنه البيضاء اكثر من الجبنه الصفراء، لان الجبنه الصفراء فيها دهون اكثر وفيها برضه ملح كمان كثير. فيه يشرب كاسة حليب مع ممكن حبوب الإفطار أو مثلا سندويشة لبنة، نص رغيف ياخذ ما بيأذي، بس يمكن أكثر من هيك ما رح يحتاج، لأنه هلا يمكن في المدرسة برضه بده ياخذ وجبة نحاول تحتوي على كربوهيدرات، فيها لبنة جبنة برضه يعني يكون فيها فواكه خضار، نركز يكون دائما معه في اللانش بوكس، ما نركز انه يكون انه ياخذ معه الشوكولاتة والشيبس والجنك فود. هاي ممكن نتفق مع الطفل انه كل يوم يختار ما بين ياخذ حبة شوكولاتة أو مثلا شيبس. هلأ الشيبس مش ممنوع، بس بدنا نتذكر أنه نعتدل، يعني باكيت شيبس صغير 20 جرام ما في مشكلة أنه ياخذ الطفل، بس مش يوصل أنه ياخذ من الباكيتات الكبيرة بالضبط، هذه هي المشكلة. أنه بيقدر ياخذ من كل شيء، بس دائما نختار الأحجام الصغيرة. هلأ بتيجي وجبة الغداء، فيه ياخذ من أكلنا، والحمد لله أكلنا المحلي بشكل عام صديق للشرايين والقلب والوزن بشكل عام، بس بدنا ننتبه للممارسات اللي دائما بالعاده بنستخدمها، اللي هي نقلي كثير في الزيت، نستخدم زيوت كثير، السمنه، الزبده، نحاول نخفف يعني فيها، يعني بامكان الطفل لو اخذ باميه، ملوخيه خلال النهار خلال وجبه الغداء ما في مشكله ابدا، ويتعود ياخذ صدر الدجاج حتى لو فخده الدجاج بدون جلد، اللحمه ياخذها مرتين في الاسبوع، السمك مرتين في الاسبوع برضه على الاقل السمك. هلا بنيجي للعشاء، تقريبا تكون شبيهه بالفطور ما في مشكله، نص رغيف يعني بيكفي مع كاسه حليب خالي الدسم او قليل الدسم، قطعه جبنه صغيره، معلقه لبنه، مع فواكه، مع خضار، ما في مشكله. والافضل انه ياكل عشاء يمكن قبل بفتره، قبل بساعتين يمكن من ما ينام، صح؟ حقيقه ما في مشكله بتوقيت الوجبات ما دام بياخذ خلال 24 ساعه ايش مكتوب له من السعرات الحرارية او الموصلة له انه ياخذها من السعرات الحرارية، بغض النظر امتى اخذها ما في مشكلة. بس بالعادة الاكل الليلي مرتبط بالقرمشة، الواحد بصير ياكل نقرش بنقرش، بس هاي اكثر المشكلة عند الكبار، بس ما في مشكلة لو اخذ عشاء خفيف الطفل ما في مشكلة. وما ننسى السناكات، انه طول النهار نعطيه سناكات او وجبات خفيفة تكون صحية، فواكه خضار، وطبعا بدها شوي شطارة من الام تحبب طفلها بالفواكه والخضار. طب ديما هيك نكون يعني واقعيين شوي، عم نشوف يمكن سرعة الحياة وطبيعة عمل كمان ست البيت اللي أوقات كتير بتكون باختيارها وأوقات كتير بتكون إجباري، يعني بتكون مضطرة صراحة حتى عليها. كمان يعني تساهم بالأمور الاقتصادية اللي هلأ الكل بيعاني منها، ممكن تخلي كتير من الأطفال اللي عم نشوفهم حتى ما بيفطروا، بيعتمدوا كتير على المقصف تبع المدرسة والأكل تبع المدرسة، وأوقات كتير يمكن حتى الجنك فود اللي عم نحكي فيه يعني خلال الغداء أو خلال العشاء. كيف ممكن إنه نساعد الأمهات إنهم يدبروا أمورهم نوعا ما ويحافظوا على تغذية أطفالهم، إنه كمان هم الله يكون بعونهم وبنفس الوقت يعطوهم غذاء صحي؟ صح، ما بننكر الضغط اللي بتواجهه الام خلال يومها وانها بدها تحضر يعني وجبات صحيه. هلا ممكن بالتخطيط انه قبل بيوم او قبل اسبوع الام تحضر كل المطلوب منها خلال الأسبوع، تحضر كل المأكولات اللي بدها تعطيها لابنها خلال الأسبوع أو للعائلة كلها، تحضر شو بدها تطبخ لفترة أسبوع، تحضر الأغراض، هيك بتلاقي كل يوم بيومه في أكل موجود، فبالتالي بتكون الطريقة أسرع. تختار الأصناف اللي بدها ما بدها تحضير كتير، مثلا مثل اللبنة، الكورن فليكس، هاي الأصناف من الأكل سريعة يعني إنها تحطها على وجبة الفطور، يعني مو صعب إنها تفتح الكورن
كورن فليكس وتحطه في الصحن مع شوية حليب، ممكن الحليب السائل، يعني تختار أصناف الأكل اللي هي أصلا جاهزة مسبقا. وبالعادة زي ما حكيت أنه النظام الصحي مش معناته أنه الواحد يأكل أكل خصوصي لإله، فيها تأخذ من طعم الطفل من أكل البيت بس شوية تعديلات فيها. وزي ما حكيت نقطة كتير مهمة، المدرسة، هذا كتير مهم، يعني لازم المدرسة والبيت يلعبوا مع بعض بأنه بالتأثير على الطفل والمجتمع كله. عشان هيك أنا أصلا يعني لازم يكون في حملات وطنية أكثر لحتى إن كان على تعرف أدي احتمال أدي في هون في ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، لأنه في يمكن بس دراسة واحدة، يعني أنا خلال ما قرأت ودورت شو في ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال في الأردن، في دراسة واحدة ومن 2001 يبدو إنها يعني قديمة، ما نعمل بعديها أي دراسة نشوف أدي ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال. يعني الدراسة لقت إنه 3.6% ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، هدول المشخص، يعني في ناس كتير لسه ما بنعرف أطفال. صحيح. قد فيكون في حملات وطنية توعي إن كان المدرسة البيت شو الأطعمة اللي بيقدر ياخدها من الأطعمة المحلية، لأنه للأسف عم نلاقي حملات عالمية بس عم تأخد من المأكولات اللي برا الأردن. صح. اللي بالعادة ما نقدر نطبقها هون. صح. فهون الشغل علينا إحنا إنه نلاقي شو في الطفل أو حتى الأم البيت خيارات سهلة إنه يقدروا ياخدوها. صحيح. ويطبقوها. أنا من خلالك حتى بدي أوجه تحية لمبادرة تحمس اللي أقام فيها يعني طارق فرح. أكيد. أيضا أخصائي تغذية. أنا كمان بوجه لهم لأنه فعلا يعني هي مبادرة زي ما تفضلتي وحكيتي بتهتم بتغذية الأطفال من المدارس والتعاون بين الأهل وبين المدرسة حتى يقدروا يحافظوا على يعني وزن صحي ومثالي للأطفال وما يعانوا من أمراض لما يصيروا كمان بالضبط بالغين. لأنها صامتة للأسف. صح. أعراضها مو هلأ، بتظهر بعدين على شكل. صح. جلطات ويعني وسكري، يعني إحنا بغنى عن الأمراض المزمنة. صح. يعني كل الشكر ديما الكيلاني أخصائية التغذية، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. نورتينا، معلوماتك كتير قيمة، ونتمنى أكيد الصحة للجميع سواء أطفالنا أو حتى البالغين إن شاء الله. أهلا وسهلا.